Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé sur le chapitre calcul de probabilité avec exemple et exercice corrigé. Alors, dans la partie 1, on va faire un rappel de dénombrement avec des exemples. Dans la partie 2, nouvelle vidéo, on verra l'expérience aléatoire, univers des possibilités, événements, probabilité d'un événement, et on finira par un exercice d'application. Dans la partie 3, troisième vidéo, on verra la probabilité conditionnelle, indépendance des événements, répétition d'une épreuve. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année BAC, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Rappel, principe fondamental de dénombrement. Si une situation de dénombrement nécessite qu'un choix, C1, C2, C3 jusqu'à CK, tel que le choix C1 peut se produire de N1 façon différente, le choix C2 peut se produire de N2 façon différente, etc. Jusqu'à le dernier choix CK peut se produire de NK façon différente. Alors, le nombre total de choix pouvant se produire est N1 fois N2 jusqu'à NK. de il de C1, 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 c1. c1, c1, c1. يمكن أن يتحقق بالعدد N A طريقة مختلفة حيث N -A عدد صحيح طبيعي والاختيار الثاني C2 يمكن أن يتحقق ب N2 طريقة مختلفة وهكذا إلى الاختيار الأخير CK يمكن أن يتحقق ب n_k طريقة مختلفة إذا حسب المبدأ الأساسي للتعداد فإن العدد الكلي لهذه الاختيارات التي يمكن أن تتحقق هو ان واحد في ان اثنان الى ان مثلا اذا اردنا تحديد عدد الاعداد المكونة من رقمين إذن هنا نضع خانة مقسمة على اثنان في القسم اليمين نضع رقم الوحدات A وعلى اليسار نضع رقم العشرات ب اذا ما هي عدد الاعداد المكونة من رقمين اذا هنا رقم الوحدات أ ينتمي إلى المجموعة صفر واحد اثنان إلى آخره إلى تسعة ورقم العشرة ب ينتمي إلى المجموعة واحد اثنان إلى تسعة طبعا لا يمكن أن نعطي ل الرقم صفر لأن مثلا صفر واحد أو صفر أ هو أ بمعنى صفر واحد ما هو صفر واحد هو واحد لذلك إذا أردنا رقم أو عدد مكون من رقمين يجب لا نعطي لرقم العشرة الرقم صفر إذا بي ينتمي مجموعة واحد إلى تسعة إذا ما هي عدد الأعداد التي يمكن تكوينها من رقمين إذا نستعمل المبدأ الأساسي للتعداد بالنسبة لرقم الوحدات أ لديه كم إمكانية هنا لدينا عشر إمكانيات من صفر إلى تسعة إذا نضعنا عشرة ضرب عدد العشرات ما هي عدد الإمكانيات لـ عدد العشرات من واحد إلى تسعة بمعنى تسع إمكانيات إذا حسب المبدأ الأساسي للتعداد فإن عدد الأعداد المكونة من رقمين هو عشرة في تسعة أي تسع مثلا إذا أردنا تحديد عدد الأعداد الزوجية المكونة من رقمين لكي نحصل على عدد زوجي يكفي أن يكون رقم الوحدات زوجي اذا ما هي ما هي امكانيات ا طبعا الاعداد الزوجيه لدينا صفر اثنان اربعة ستة ثمانية بمعنى خمس امكانيات لرقم الوحدات ا اذا ا لديه لديه خمس امكانيات وبالنسبه ل لي ب لا يهم بي لديه امكانيات من واحد الى تسعة اذا نضع تسعة اذا عدد الاعداد الزوجيه المكونه من رقمين وخمسة في تسعة بمعنى خمسة واربعون ونفس الشيء يمكن أن نكون عدد مكون من عدد فردي مكون من رقمين بخمسة في تسعة كذلك يساوي خمسة وأربعون، وخمسة وأربعون زائد خمسة وأربعون هو عدد الأعداد الإجمالي، بمعنى عدد الأعداد الزوجية زائد عدد الفردية هو عدد الأعداد الإجمالي التي يمكن تكوينها طبعا من رقمين. اكزامبل On lance une pièce de monnaie trois fois de suite. On remet la pièce de monnaie trois fois de suite. Dans le premier lancer, il y a deux possibilités différentes, pile ou face. Dans le premier lancer, il y a deux possibilités différentes. On peut obtenir le dos P ou le F.

وفي الرميه الثالثه لدينا كذلك إمكانيتين اذا حسب مبدا الاساسي للتعداد عدد الرميات الممكنه هو 2 في 2 في 2 اي 8 اونيفي لونصومب دي بوسيبيلتي اي بيل 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 فاس بيل فاس بيل في فاس بيل بيل, بيل, بيل، اكسيترا اذا هنا نقوم بالتحقق آه، في الرميه الاولى نحصل على بيل 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 او في في الرميه الاولى نحصل على بيل وفي الرميه الثانيه بيل وفي الرميه الثالثه نحصل على فاس او نحصل في الرميه الاولى على بيل والرميه الثانيه فاس والرميه الثالثه نحصل على بيل الى اخره الى اخره في الرميه الاخيره نضع فاس 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 اذا اذا قمنا بحساب عدد مكونات هذه المجموعه نحصل على واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهو بالضبط Neti-Jean, Neti-Hassan-Alaya, BCML, MBDA-LSSI, etc. Propriété, soit N appartenant à N et P appartenant à N tel que P inférieur ou égal à N, on a N factoriel égale N facteur N-1, facteur N-2, etc. Jusqu'à 3 fois 2 fois 1. n a m roi N, comme on a fait, elle a n 1 kiswahid في العدد الذي قبله إن ناقص إثنان وهكذا إلى أن نصل إلى ثلاثة في إثنان في واحد إذا نقوم بجداء جميع العناصر من n إلى واحد إذا مثلا إذا أردنا حساب واحد عاملي هو واحد إثنان عاملي هو إثنان في واحد يساوي إثنان ثلاثة عاملي يساوي ثلاثة في إثنان في واحد والحاصل هو ستة أربعة عملي نضع أربعة ثم في ثلاثة ثم في اثنان ثم في واحد الحاصل هو اثنى عشر في اثنان أربعة وعشرون وهكذا هنا لدينا ان ان فاكتوريال ايقال ان ان وانزا فاكتوريال اذا يمكن التحقق من هذا العلاقة بسهولة اذا هذا يساوي كما تلاحظون هنا لدينا ان نضع ان وبالنسبة لهذا الجداء من ان ناقص واحد الى واحد هو في الحقيقة ما هو إلا إن ناقص واحد عاملي يعني إن ناقص واحد عاملي هو إن ناقص واحد في إن ناقص اثنان في إن ناقص ثلاثة إلى أن نصل إلى واحد إذا نستنتج أن إن فاكتوريال تساوي إن في إن ناقص واحد عاملي هنا نصطلح على أن صفر صفر عاملي يساوي واحد دونك باغ كونفونسيون بخون زيرو فاكتوريال إيكال أ 1

ان ناقص اثنان وهكذا الى ان نصل الى هنا سنحاول الوصول الى ان ناقص بي زائد واحد ثم العدد الذي قبله هو ان ناقص بي والذي قبله و ان ناقص بي ناقص واحد وهكذا وهكذا الى ان نصل الى ثلاثة في اثنان في واحد نقسم كل هذا على إن ناقص بي عامل، إذا إن ناقص بي في العدد الذي قبله إن ناقص بي ناقص واحد، إن ناقص بي ناقص إثنان، وهكذا إلى آخره، إذا أن نصل إلى ثلاثة في إثنان في واحد، هنا سوف نقوم بعملية الإختزال، هنا لدينا جداء عوامل من إن ناقص بي إلى واحد، وهنا لدينا نفس الشيء، إذا نقوم بالإختزال، لنختزل كل هذا الجداء مع هذا الجداء، ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا هذا الجداء.

donc le nombre de facteurs dans ce produit, on va prendre euh, le dernier facteur qui est n moins le premier facteur qui est n euh, moins p plus a, et on ajoute 1. Euh, on, on simplifie n moins n et moins moins p c'est plus p.

مثلا سوف نضع طبعا ا اربعة اثنان لدينا هنا اثنان اذا فهو جداء جداء عاملين الاول نضع اربعة ثم الذي قبله هو ثلاثة الحاصل هو اثنى عشر مثلا اردنا حساب ا خمسة ثلاثة اذا هنا لدينا ثلاثة بمعنى لدينا جداء ثلاثة عوامل الاول الثاني الثالث اذا الاول نضع خمسة

Puis 5 et finalement 4. Donc comme vous voyez ici, on a 4 facteurs dans ce produit. On s'arrête. C'est-à-dire qu'on va pas mettre 2, 3, 2, etc. Non. On s'arrête ici. Alors on simplifie. Ici on a euh, 7. Donc 7 fois 6, c'est 42. Voilà donc 42 et 42 x 6 x 2, 10. Donc je vais avoir 420 x 2, c'est 840. Donc le résultat c'est 840.

ليست اذا هذه تسمى ترتيبه بدون تكرار ل بي عنصر من بين ان عنصر هنا هاد العناصر فهي مختلفه متنا متنا دونك لي زيليمون سون ديفيرون دو ا دو بور تو اي جي اون ا توجور اكس اي ديفيرون دو اكس جي طبعا هنا الترتيب فهو مهم يعني اذا قمنا باستبدال مكان احد العناصر بعنصر اخر سوف نحصل على ترتيبة مختلفة كمثال يمكن ان نعتبر المجموعة واحد اثنان ثلاثة ونريد الحصول على عدد الترتيبات بدون تكرار لعنصرين من بين من بين عناصر إذا عدد الترتيبات التي يمكن الحصول عليها هي مثلا نضع واحد عدد الترتيبات بدون تكرار بمعنى لا يمكن ان نضع واحد واحد A dit yakul anasir Donc, On va commencer par l'arrangement 1, 2, par exemple, puis on va mettre 1, 3. Ensuite, on va mettre, euh, donc je vais commencer par 2, je vais mettre 2, 2, 1, et puis euh, 2, 3. Ensuite, on va mettre euh, 3, euh, 3, 1, et finalement, je vais, avoir, je vais mettre 3, 2. إذا كما تلاحظون عدد الترتيبات بدون تكرار لعنصرين من من عناصر أو لدينا واحد اثنان واحد ثلاثة اثنان واحد اثنان ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة اثنان كم عددها؟ عددها هو كما تلاحظون إذا بالحساب باستعمال ANP سوف نقوم ب سوف نقوم بتحديد عدد إمكانيات الحصول على ترتيبة من عنصرين من بين ثلاث عناصر من المجموعة أو

euh, donc il suffit de remplacer p par 1, je vais avoir n factoriel sur n moins 1 euh, factoriel égal à, D'après cette relation, on a n factoriel, c'est n factoriel n moins 1, bien c'est n, n facteur n moins 1 factoriel sur n moins 1 factoriel. On simplifie, le résultat c'est n. Bien n, de حالة يكفي ان نعوض بي بي ان نحصل على ماذا نحصل على ان فاكتوريال هنا سنحصل على ان ناقص ان بمعنى صفر سنحصل على صفر عاملي وصفر عاملي سبق ان قلنا انه يساوي واحد اذا النتيجه هي ان فاكتوريال وبالتالي فان ا ان ان هي ان فاكتوريال اذا ا ان ان هي عدد التبديلات بدون تكرار لان عنصر سي لو نومبر دو بيرموتاسيون سون ريبيتيسيون دو ان éléments ا ان ان ايغال ان فاكتوريال

alors, euh, en pratique, euh, il vaut mieux utiliser cette cette formule. Euh, donc, euh, en utilisant cette formule, on va éviter les simplifications. D'accord Alors, par exemple, si on veut calculer euh, c-4-2... Euh, donc euh, en utilisant cette euh, formule, normalement c'est A4, 2 sur 2 factoriel. Alors A4, 2 c'est quoi C'est 4 fois 3. Donc on a euh, produit de deux facteurs. 4 fois 3 et sur 2 factoriel qui est 2. Le résultat c'est 6. Donc, je vais avoir 4 sur 2 c'est 2 fois 3, 6. Par exemple, un euh أ آه سبعة ثلاثة آه إذا آه سبعة ثلاثة هي أ آه سبعة ثلاثة على ثلاثة عاملين. آه نحصل على بالنسبة ل آه سبعة ثلاثة سنضع سبعة في ستة في خمسة لدينا جداء ثلاثة عوامل ونتوقف وعلى ثلاثة عاملية ثلاثة في اثنان في واحد إذا آه ثلاثة في اثنان هي ستة نختزل مع ستة إذا ستة و ثلاثة في اذن نختزل يبقى سبعة في خمسة الحاصل هو خمسة وثلاثون لدينا سي ان سفر تساوي واحد إذن يكفي أن نعوض بي بصفر نحصل على صفر فاكتوريال وواحد واحد وهنا يبقى لدينا ان فاكتوريال على ان فاكتوريال إذن بي يساوي صفر هو واحد أه بالنسبة لسي ان, ان نفس الشيء نعوض بي, بي إن يبقى لدينا ان عاملي وهنا ان ناقص ان هي صفر وصفر عاملي هو واحد اذا ان فاكتوريال لا ان فاكتوريال هي واحد يكفي نعود بي بي ان أه طبعا هنا دائما عندما نجد سي مثلا سي سبعة سبعة دون حساب النتيجة دائما هي واحد او سي عشرة عشرة هي واحد مباشرة دون حساب أه سي ان واحد ايضا فهي مهمة سي ان واحد دائما تساوي ان مثلا لدينا سي عشرة واحد الجواب دائما مباشرة دون حساب هو عشرة أو آه سي سبعة واحد هو سبعة وهكذا إذا آه سي إن إن آه ناقص واحد يساوي سي إن واحد يعني طبعا هنا نستعمل الخاصية الأخيرة إذا نمر إلى هذه الخاصية لدينا سي إن بي يساوي سي إن ناقص بي وهذا شيء بديهي يمكن استنتاجه مباشرة إذا استعملنا هذه العلاقة ن ناقص بي هنا نحصل على ماذا؟ اذا دائما لدينا ان فاكتوريال في في البسط وفي المقام مكان بي سوف نضع العدد ان ناقص بي مكان بي نضع ان ناقص بي وهنا نحصل على ان ناقص مكان بي نضع ان ناقص بي الكل عامل هنا نختزل ان ناقص ان يبقى لدينا زائد B. نحصل على ان فاكتوريال على ان ناقص بي عاملي في p عاملي وبالضبط سي ان بي اذا هنا يمكن نستعمل هذه الخاصيه في هذا المكان سي ان واحد تساوي سي ان وهنا نضع ان ناقص واحد ان ناقص بي نحصل على هذه النتيجه اذا متى تكون هذه الخاصيه مهمه مثلا اذا اردنا حساب سي مثلا 7 6 طبعا اذا استعملنا هذه العلاقه سوف نكثر في الحسابات اذا لتفادي ذلك من الاحسن استعمال هذه الخاصيه نقوم بكتابه سي 7 ومكان 6 هنا نضع 7 ناقص 6 بمعنى واحد وطبعا سي 7 واحد نعلم انها تساوي 7

par exemple, on prend euh, l'ensemble 1, l'exemple euh, 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 précédent, 1, 2, 3, et on veut euh, chercher le nombre de combinaisons qu'on peut faire avec euh, le nombre de combinaisons de deux éléments parmi les éléments de E. Et donc, الترتيب غير مهم واحد اثنان ثلاثة هي يعني نفسها ثلاثة اثنان واحد لا يوجد أي فرق آه إذا عدد التأليفات لعنصرين من بين عناصر مجموعة أ نستعمل التأليفة إذا هذا العدد هو هنا لدينا ثلاثة عناصر إذا سي ثلاثة ونريد عدد التأليفات المكونة من عنصرين إذا سي ثلاثة اثنان بالحساب نجد ثلاثة في اثنان على اثنان عاملي بمعنى اثنان نختزل نحصل على ثلاثة إذا يمكن الحصول على ثلاث تأليفات بالفعل يمكن أن نتأكد من ذلك أولا دائما في التأليفة نضع عناصرها بين معقوفتين لأن الترتيب غير مهم هي في الحقيقة مجموعة هي سنحصل على جزء منه جزء من أ مكون من عنصرين مختلفين إذا نبدأ بالتأليفة واحد اثنان هنا لدينا تأليفة مكونة من عنصرين مختلفين نحصل على نضع التأليفة مثلا واحد ثلاثة ثم يبقى لدينا التأليفة اثنان ثلاثة هذا كل شيء إذا عدد التأليفات من عنصرين من عناصر أو هو ثلاثة وبالضبط العدد الذي وجدناه سي ثلاثة اثنان تيب دو تيغاج

لأن هنا إذا كان السحب بالتتابع وبإحلال يعني إرجاع العنصر المسحوب إلى المجموعة البدئية فإن الترتيب يكون مهم وعدد الإمكانيات هو N او لأن هنا نقوم مثلا في سلة موجود فيها عناصر كرات أو أي شيء آخر نقوم بسحب بالتتابع مرة تلو الأخرى نقوم بالسحب كلما سحبنا اي عنصر نقوم بارجاعه الى السله أه اذا في هذه الحاله الترتيب يكون مهم لان مثلا اذا سحبنا العنصر واحد ثم العنصر اثنان ليس كما اذا سحبنا العنصر اثنان اولا ثم العنصر واحد اذا الترتيب هنا مهم وعدد الامكانيات الممكنه هو العدد ان اس بي حيث نسحب بي عنصر من بين n عنصر Maintenant, si le tirage est successif, sans remise, l'ordre est important et le nombre de possibilités, c'est ANP, N P. إن هنا إذا كان السحب بدون تابع وبدون إحلال يعني بدون إرجاع الكرة السابقة فإن الترتيب يبقى دائماً مقيم وعدد الإمكانيات هو A N Premier exemple on tire simultanément deux boules d'une urne contenant trois boules rouges. et 4 alors le nombre de c72 -E -E نسحب في آن واحد كرتين من الصندوق u إذا عدد الامكانيات هو كما هو مبين في الجدول عندما يكون السحب تانيا أو في آن واحد سيمولتاني إذن في هذه الحالة نستعمل المعامل cnp إذا هنا نسحب اثنان كرتين دونك إذا هنا نضع إثنان في المعامل سي ولدينا مجمل الكرات الموجودة في الصندوق عددها سبعة ثلاثة حمراء وأربعة خضراء إذا المجموع هو سبعة إذا نسحب كرتين من بين سبعة ممكنة إذا عدد الإمكانيات هو سي سبعة إثنان يساوي واحد وعشرون طبعا يمكن نتأكد من ذلك إذا سي سبعة إثنان

مرة تلو الأخرى إسان يعني بدون إرجاع الكرة إلى الصندوق نسحب كرتين نسحب بالتتابع وبدون إحلال كرتين من الصندوق السابق إذن عدد الإمكانيات هو إذن كما مبين في الجدول الأعلى عندما يكون السحب بالتتابع وبدون إحلال سوكسيسيف إسان إذن فإن عدد الإمكانيات هو المعامل p.

إذا هنا نرمي القطعة النقدية ثلاث مرات متتابعة إذا يمكن أن نؤول هذا المعطى كأنه سحب بالتتابع تيراج سكسيسيف هل لدينا تكرار؟ طبعا القطعة النقدية عندما نقوم برميها في المرة الأولى يمكن أن نحصل على مثلا على النتيجة بيل وفي المرة الثانية يمكن أن نحصل على نفس النتيجة بيل وبالتالي هناك تكرار

Uh, اذا بي uh, uh, يعني نحصل على مرتين على بي ثم اف ليس كالحصول على بي اذا فهما ترتيبة مختلفة اذا عدد نتائجنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اذا هو نفس النتيجة التي حصلنا عليها بالحساب لي كا اون كونسيدير لو اونيبلي الأشياء لي x اكس tel que l'élément x1 se répète n1 fois, et l'élément x2 se répète n2 fois, l'élément xp se répète np fois. tel que n1 plus n2 euh, jusqu'à np est égal à n. Ça veut dire que le nombre d'éléments dans euh, ce inuplet est égal à n. est une permutation avec répétition. تتوفر على العناصر اكس واحد اكس اثنين الى اكس بي حيث العنصر اكس واحد يتكرر ان مره العنصر اكس اثنين يتكرر ان 2 مره الى اخره الى العنصر الاخير اكس بي يتكرر ان بي مره ومجموع عدد التكرارات يساوي ان بمعنى ان عدد عناصر هذه القائمه يساوي بالضبط ان

مثلا ناخذ المثال السابق لدينا مثلا هنا لدينا التبديلة بي بي ناخذ التبديلة بي اف مثلا التبديلة بي اف طبعا الترتيب فهو مهم سابقاً قلنا ذلك عندما نقوم بالسحب بالتتابع اذا لدينا هذه التبديلة ما هي عدد حالات ترتيب العنصر f مع العنصرين بي بي هنا لدينا ثلاث حالات يمكن نضع اف في اقصى اليمين كما هو مبين هنا او في الوسط او في اقصى اليسار آه اذا نكتب مثلا هنا اف في اقصى اليمين نضع مثلا في الوسط نضع بي وهنا نضع, وهنا نضع او نضع اف اقصى اليسار مثلا هنا ونضع بي اذا كما تلاحظون لدينا ثلاث حالات لترتيب العنصر اف آه مع العنصرين بي وطبعا يمكن ان نتاكد من ذلك باستعمال هذه الخاصيه او هذه العلاقه اذا هنا كم عنصر لدينا لدينا ثلاث عناصر اذا نضع ثلاثه عاملين ونقسم على العنصر بي او العنصر بي يتكرر كم مره يتكرر مرتين اذا نقسم على اثنان عامل. والعنصر اف يتكرر كم مره يوجد مره واحده فقط اذا واحد عامل إذا نبسط ثلاثة عملية ثلاثة في اثنان ونقسم على اثنان عملية اثنان في واحد واحد عملية وواحد نختزل ويبقى لدينا ثلاثة إذا كما تلاحظون وجدنا فعلا أن هناك ثلاث حالات للترتيب لترتيب العنصر F مع العنصر PP وهذا بالضبط ما بيناه هنا نأخذ مثال آخر مثلا المثال الثاني نأخذ المثال الثاني مثلا هنا نقوم بالسحب سوكسيسيفمون اي سون روميز سوكسيسيفمون اي سون بمعنى نسحب بالتتابع و بدون احلال يعني بدون ارجاع العنصر الى او ارجاع الكره الى الصندوق مره اخرى اذا نسحب بالتتابع وبدون احلال كرتين من الصندوق هنا لدينا جميع الامكانيات او عدد جميع الامكانيات الممكنه مثلا إذا أردنا أن نسحب كرتين يكون لهما لو لون مختلف مثلا أحمر وأخضر طبعا لدينا الحالة RV في يعني غوج فيغت أو لدينا فيغت غوج كما تلاحظون لدينا إمكانيتين إذا أردنا استعمال الحساب سنحصل أو سنكتب يجب ان نسحب كرة واحدة حمراء يعني واحدة من بين ثلاثة ممكنة ودائما نترجم كلمتها بالضرب ونسحب كرة واحدة من بين اربع كرات خضراء اذا نضع ا واحد من بين اربعة طبعا هنا سوف نحصل فقط على امكانية واحدة ولتحديد عدد حالات الترتيب نقوم بالضرب في هذا العدد إذن بالنسبة لدينا, لدينا, هنا كم عنصر لدينا عنصرين يا يعني إما غوج أو فيغت إذا نضع اثنان عاملي ونقسم إذا العنصر R يتكرر مرة واحدة والعنصر V يتكرر مرة واحدة إذا يمكن أن نقسم على واحد فاكتوريال واحد فاكتوريال مثلا أو أو لا نضع أي شيء لأن واحد فاكتوريال يساوي واحد إذا عدد الحالات هو اثنان عاملي ويساوي يساوي اثنان وبالفعل يجب أن نضرب في العدد اثنان لأن لدينا إمكانيتين RV أو VR طبعا هنا نتكلم بصفة عامة يكون لدينا هنا تبديلة بتكرار بصفة عامة عدد حالات الترتيب يعطى بواسطة هذه العلاقة وهي علاقة عامة أما في التمارين ستجدون حالات سهلة Maintenant, on a le cas particulier suivant, On a ici une permutation avec euh, répétition euh, contenant deux éléments. Donc ici l'élément x qui se répète p fois et l'élément y qui se répète n-p fois. x y. p n p fois. Euh, Le nombre de permutations avec répétition est Cn,p. إذا هنا لدينا حالة خاصة، عدد التبديلات بتكرار هو العدد CNP. يمكن أن نتأكد من ذلك طبعا باستعمال العلاقة العامة. إذا نستعمل هذه العلاقة هنا لدينا عنصرين، أولا كم عنصر لدينا هنا؟ طبعا هو المجموع P زائد N ناقص P. إذا P زائد N ناقص P، نختزل ب يبقى لدينا N، إذا لدينا N عنصر. اذا نكتب ان عاملي ونقسم على العنصر الاول اكس يتكرر كم من مره يتكرر P مره اذا نقسم على P مره P فاكتوريل والعنصر الثاني ي يتكرر ان ناقص P مره اذا نقسم على ان ناقص P عاملي وهذا العدد هو بالضبط سي ان بي سبق ان راينا ذلك في السابق سي ان بي تساوي ان عاملي على p عاملي، ان ناقص p عاملي. اذا أه في هذه الحالة الخاصة عندما يكون فقط لدينا عنصران يتكرران، أه فإن عدد التبديلات بتكرار هو سي ان بي. وسبق أن تكلمنا عن ذلك عندما قلنا أننا سوف نسحب كرتين واحدة خضراء وواحدة حمراء. أه قلنا أن لدينا أ أه واحد ثلاثة في أ واحد أربعة ونضرب في قلنا أننا سنضرب في العدد اثنان عاملي مقسوم على 1 عملي 1 عملي. إذا عملي واحد عاملي واحد عاملي إذا هاد اثنان عاملي واحد مقسوم على واحد عاملي واحد عاملي هي بالضبط سي اثنان واحد Premier exemple, combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres du mot probabilité اذا هنا مطلوب ان نحدد عدد الكلمات بمعنى او بدون معنى التي يمكن تكوينها بواسطه احرف كلمه probability من اجل ذلك سوف نعتبر التبديله المكونه من احرف كلمه probability اذا نضع p r o b a b i l i ثم t إذا عدد التبديلات التي يمكن الحصول عليها بواسطة هذه العناصر أو هذه الحروف هي حسب السؤال السابق نستعمل هذه العلاقة إذا هنا لدينا إن عاملي بمعنى سوف نحدد عدد عناصر هذه التبديلة أو عدد أحرف كلمة probability سواء بتكرار أو بدون تكرار إذن عدد الأحرف لدينا هنا ثلاثة ستة تسعة إحدى عشر نضع إحدى عشر عاملي هنا لدينا الحرف ب لا يتكرر R لا يتكرر أو لا يتكرر بي لا يتكرر أو بي يتكرر كما تلاحظون يتكرر مرتين إذا نقسم على اثنان عاملي أ لا يتكرر اي يتكرر مرتين إذا نقسم مرة أخرى على اثنان عاملي L لا يتكرر T و E أكسون لا يتكررون

إذن المعامل A93 يعطي 9 في 8 في 7 الحاصل هو 504 Le nombre de possibilités d'obtenir une boule rouge est إذن هنا نريد تحديد عدد الإمكانيات للحصول على كرة حمراء واحدة بالضبط إذن للحصول على كرة حمراء واحدة بالضبط لدينا ثلاث إمكانيات الإمكانية الأولى أن نسحب كرة حمراء واحدة إذن نسحب كرة حمراء واحدة ونسحب كرتان صفراءتين اذا ار جي جي هذه الامكانيه الاولى الامكانيه الثالثه آه الامكانيه الثانيه عفوا ان نسحب كره حمراء واحده ونسحب كرتان خضراء خضراءتين الامكانيه آه الثالثه هي ان نسحب كره حمراء وكره صفراء وكره خضراء اذا نؤول هذه الامكانيات ونكتب اذا نسحب نسحب واحدة حمراء إذا أ واحد من ثلاثة و إذا دائما و تؤول بالضرب نسحب كرتان صفراءتين إذا نسحب اثنان من بين اثنان موجودتان في الصندوق إذا أ اثنان اثنان إذا هذه الإمكانية الأولى أو الإمكانية الثانية دائما أو تؤول بزائد إذا نسحب كرة حمراء دائما من بين ثلاثة و إذا ضرب نسحب كرتان خضراءتين من بين أربعة موجودة في الصندوق إذا هذه الإمكانية الثانية الإمكانية الثالثة هي أن نسحب كرة حمراء دائما واحد من ثلاثة حمراء ونسحب كرة صفراء إذا في نسحب كرة واحدة صفراء من بين اثنان موجودة في الصندوق و إذا ضرب نسحب كرة خضراء من بين أربعة موجودة في الصندوق والان نحدد حالات الترتيب هنا لدينا إر جي جي سوف نحدد حالات الترتيب الكرة الحمراء مع الكرتان الصفراءتين طبعا هنا إر جي جي يمكن بمعنى أننا حصلنا على كرة حمراء في الأول ثم صفراء ثم صفراء ولكن يمكن أن نحصل على كرة صفراء ثم كرة حمراء ثم صفراء أو نحصل على صفراء صفراء ثم حمراء إذن لدينا عدة إمكانيات لترتيب هذه العناصر R G G لكي نرتب هذه العناصر سوف نستعمل الخاصية السابقة هنا طبعا لدينا كما تلاحظون لدينا عنصرا إما أحمر أو أصفر وبالتالي نستعمل الخاصية أو الحالة الخاصة السابقة كما تلاحظون هنا لدينا عنصران عن x و إذا نستعمل المعامل الحداني CNP إذا هنا لدينا ترتيبة مكونة من ثلاثة عناصر حيث العنصر R يتكرر مرة واحدة إذا سنستعمل المعامل الحداني C3 واحد لدينا عنصرا او كرة صفراء وكرة حمراء اذا معامل الترتيب هو ثلاثة واحد هنا لدينا نفس الشيء لدينا حمراء كرة حمراء وكرة خضراء بنفس الطريقة معامل الترتيب لكي نرتب هذه الكريات سوف نضرب في المعامل سي ثلاثة واحد أخيرا لدينا كرة حمراء وكرة صفراء وكرة خضراء طبعا يمكن ان نرتبها بعدة طرق يمكن مثلا ان نضع جي اولا ثم اخ ثانيا ثم في ثالثا وهكذا اذا لتحديد عدد عدد حالات الترتيب في هذا المثلوت نستعمل الخاصيه السابقه طبعا هنا لدينا ثلاثة عناصر اذا نرجع الى العلاقه العامه هنا هنا بالنسبه لنا ان فاكتوريال هو مجموع عناصر هنا لدينا ثلاثه عناصر ار جي في اذا نضع هنا ثلاثه عاملي ونقسم على اذا الكره الحمراء تتكرر مره واحده اذا نقسم على واحد عاملي الكره الصفراء تتكرر مره واحده اذا نقسم على واحد عاملي الكره الخضراء نفس الشيء تتكرر مره واحده اذا نقسم على واحد عاملي طبعا واحد عاملي هو واحد اذا يمكن ان نحتفظ فقط بثلاثه عاملي Alors euh, le nombre de possibilités d'obtenir une boule rouge est. Euh, donc ici on va tirer une boule rouge, une boule jaune, une boule, euh, une boule verte. Donc ça c'est la première possibilité. Et on multiplie par le coefficient d'ordre, c'est 3 factoriel. C'est-à-dire 3 factoriel sur 1 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel. 1 factoriel. Euh, donc bien sûr ici euh, on tire une rouge, une jaune et une verte. Alors euh, le mot A se traduit toujours par la multiplication. Et le mot O se traduit toujours par euh, l'addition plus. D'accord Donc ici on tire une rouge et une euh, jaune et une verte. Donc multiplication. On va multiplier. Maintenant, deuxième possibilité, O. Donc ici, on a la première possibilité, ou bien la deuxième possibilité. Donc on va mettre plus, d'accord euh, On va tirer cette fois une rouge et deux jaunes. Et on multiplie ici par euh, le coefficient d'ordre, qui c'est 3A. On a déjà dit ça. Euh, ou bien, euh, troisième possibilité, donc on va mettre plus. On tire une rouge et deux vertes. Donc deux parmi quatre vertes. Euh, toujours on, on va me faire la multiplication. Et on multiplie par le coefficient d'ordre, qui est toujours c'est 3. D'accord? Alors le résultat final c'est 270. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.